بدكن تعرفوا كل شي عم بيصير بالجالية العربية بتورونتو؟ ما إلكن إلا تتابعوا برنامج Ask Mirna. بدي رحب بكل متابعي راديو سي في وبرنامج Ask Mirna. منتشكر كل المشاهدين اللي عم يضلوا على تواصل معنا ويخبرونا عن كل النشاطات لنكون موجودين. وأيضا شكر كبير لكل السبونسرز معنا لليوم، ومذكر أنه البرنامج مفتوح لكل يلي بحب يكون معنا سبونسر بحلقاتنا الجاية. شو مخبركن برنامج Ask Mirna لليوم؟ تابعونا بعد الفاصل. Ask Mirna Show is brought to you by بيروتي جراند كافيه. Savor the difference. مشتاقيت لهم كثير والله يحميهم. بس مستقبل اولادنا، بتذكر كل شارع بشوارع حمص بالشام، مو اي منطقه رحت لعليها بتذكرها. سوريا بلدنا. معنا هلا الاستاذ اشرف العريض ليخبرنا اكثر شو دوره هون. اهلا وسهلا فيك اشرف، عم تتعب كثير، يعطيك الف عافيه. فيك تخبرنا اكثر عن دورك هون وشو عم تعمل؟ إيه الله يعافيك. طبعا في البدايه بتشكر للتلفزيون Ask Mirna كبدايه. حقيقه احنا هون دورنا كمتطوعين بنحاول قدر الامكان نخفف عن اخواننا السوريين اللاجئين اللي جوا ضيوف عندنا هون ومقيمين طبعا في البلد هاي. بنحاول قدر الامكان نساعدهم، نوفرهم شو بنقدر في سبيل راحتهم. طبعا الحكومه الكنديه موفره كثير شغلات، ولكن احنا طبعا بنساعدها، بنساعدهم بالترجمه، بنساعدهم في عندنا شفتات في الاوتيلات اللي موجودين هم فيهم، اذا حدا حابب يروح الدكتور، حدا حابب يروح مثلا بحاجه ل مساعده، بحاجه لترجمه، بحاجه لعبي طلب شغله هيك ولا هيك، احنا موجودين دائما في معظم الاوتيلات نحاول نوفرهم هاي الخدمه. طبعا الشغله الثانيه نحن هون قاعدين بنحاول نوجدهم اياها، اللي هي موضوع جمع التبرعات العينيه من ملابس، طعام، حليب، دايبرز للاطفال. كان في عندهم مشاكل في البدايه، الحمد لله تغلبوا عليها واحنا ساعدناهم انهم يتغلبوا عليها. موضوع الفورمولا حليب الاطفال، المشاكل اللي كانت عندهم في البدايه، مشاكل موضوع الدايبرز، اول كم يوم تغلبوا جدا جدا فيها، واحنا الحمد لله بجهود بعض فاعلي الخير استطعنا توفير كميات كبيره جدا من حليب الاطفال. هون في فورمولا الحمد لله تبرع فيها برضه احد الصيدليات جابت لنا اياها. فنتمنى انه احنا حقيقه الموجود عندنا الكميه هاي، ولكن راح نضلنا شورت. فاحنا نتمنى من الناس، من ابناء الجاليات اللي الموجوده في منطقه جي تي اي، انها تزودنا بقدر الامكان بموضوع حليب الاطفال. الحمد لله ملابس بحال، طبعا في عندنا تقريبا 20% من الملابس كانت تيجينا للاسف انها كانت وضعها سيء، ولكن خلصنا منها. احنا بنحاول نعطي اخواننا السوريين القادمين قدر الامكان ملابس احنا نفسنا نقدر يعني نلبسها، مش راح نعطيهم اي شيء. فاحنا بنحاول انه نفرزها ونجهزها ونظبطها مغسوله ونظيفه ومرتبه، جاكيتات هون، بلاطين هناك، احذيه، فرزنا كل شيء لحال، اواعي اطفال، جاكيتات اطفال، يعني للجيرز الشغلات هاي، ملابس كامله من كل انواع، كل شيء لحال. فاللي بيجي هون يعمل شوبينج من ابناء الجاليه السوريه مش راح يتغلب. اللي عنده بنات صغار راح يجي للسكشن القسم تبعه هون البنات الصغار، اللي عنده اولاد صغار راح يجي مثلا على موضوع الاولاد الصغار راح يلاقيهم جاكيتات شتويه للبنات، جاكيتات شتويه للاولاد. فعندنا برضه هون ملابس صيفيه كمان، كله فرزناه بطريقه انه ما شغل مرتب ومنظم. نعم، عندنا هون طبعا اغراض المطبخ. ناديه شو بتخبرينا، شو ناقصكم اكثر شيء هون؟ ما شاء الله كل عيلة عندنا خمس نفار، مش أنا فالبوتس قليلة قوي، ما عنديش بوتس، ما عنديش بان. بدك تناجر؟ بدي تناجر، بدي مقالي، بدي معالق وسبون، فورك اند سبون، ما عندناش. شو واكس كيكين، ملاقع. لأن حتى كنا لسه عندنا سات جديد، a lot of stuff new، ما شاء الله كله خلص.
فإحنا ونيد القط. نحن نحتاج هلأ حاليا إلى أغراض مطبخ، نحتاج لدايبرز للأطفال، نحتاج لفورمولا طعام. هلأ فتحنا سكشن للطعام، رسالتنا نوصلها أساس أنه الحمل نشيله كلنا، مش بس يوقع على عاتق الجالية السورية اللي هم أكثر، يعني لا يتعدوا 5 أو 6 آلاف سوري في منطقة جي تي اي، بينما في عندك حوالي 60 ألف فلسطيني في جي تي اي، وعندك كمان حوالي 50 ألف مصري في جي تي اي. إذا هدول ما شالوا الجالية السورية لن ما عندها قدرة إنها تشيل الحمل لحالها، فإحنا بنحاول نخلي الحمل موزع على كل الجاليات، والحمد لله حتى في عنا مساعدة من الجاليات الباكستانية والهندية، يعني في عنا تواصل معهم. يعني هلأ إيشو مثلا بعدين بنزدوا حمص، رز، طحين، حليب، أي شيء بتطلع عليه شاب الأخ باكستاني. فالحمد لله احنا استطعنا انه كساف سيريا نوصل لشريحة واسعة من المهاجرين العرب والمسلمين والمسيحيين اللي اجوا على كندا بظروف مشابهة للأخوة السوريين اللي اجوا بالفترة هاي. يعني عم تلاقوا تجاوب من غير جمعيات بالموضوع ليساعدوا ويأمنوا قد ما فيهم مساعدات؟ التجاوب حقيقة رائع، التجاوب يعني لا يوصف. التجاوب مش بس من الجمعيات، التجاوب كمان من الـ الـ الأفراد، الأشخاص، من الأمهات. أنا حتى أحد الأخوة من يومين بقول له اسمع أشرف، أنا بخلي زوجتي وصاحباتها يطبخوا لكم أكل، إذا أنتم بحاجة بالوير هاوس لفولنتيرز يطبخوا لكم أكل يجيبوا لكم إياه، إنه هذا جزء من واجبنا احنا تجاه الاخوه السوريين، جزء من واجبنا تجاه المتطوعين اللي عم يخدموا. ما عندهم قدره انهم يجي يوقفوا معنا، فعم بقول لي اشرب احنا مستعدين نعملكم اكل وشرب واللي بدكم اياه، بس انت اتصل علي. فالحمد لله في تجاوب رائع من افراد الجاليات المهاجره، وحتى من افراد الجاليه الكنديه البيض. احنا عندنا كارين وجروب كبيره منهم موجوده هون بيجوا يساعدونا، تقريبا حوالي 10، اضافه الى اصدقاء لهم دائما موجودين بشفتات في المستودع بيجوا يساعدوا، يعني من الكنديين، كنديين مش يعني مهاجرينها. في أحلى منا نكون كلنا إيد واحدة. متشكرك كتير أشرف على الجهد اللي عم تعمله، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك. الله يعافيك، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. الحكومة عم تساوي، نحن لسه ما عرفنا شو الجو شو لحتى نعمل. شفتي كيف؟ يعني نحن بس نتأقلم مع الجو حنعمل، أما لحد الآن نحن مسيرين من قبل الحكومة، روحوا لهون، تعالوا هون، هاي الشقة، هاي الفندق، عرفتي كيف؟ بس لنتأقلم ونشوف كيف، ساعتها نحن نقول لك شو نحن نعمل. شو أمنوا لكم لحديت هلا؟ كل إشي. ما السكن؟ السكن والأكل والشقق وكل شيء أمنونا. شو كنت تعمل بسوريا؟ أنا كنت مراقب آبار نفط، موظف يعني عند الدولة. عندك أولاد؟ عندي 2 سنة ثالثة جامعات صيدلة، وعندي هذا الشاب اللي كان هون ابني. الأولاد ما أجوا معي أنا ما بجي لهون. شو حيعملوا لك؟ كيف تعطي؟ شو عم تقول لهم اليوم على الحياة الجديدة اللي حيواجهوها؟ شو عم تخبر أولادك؟ أهم شيء إنه يكملوا دراسته، ونتمسك بتقاليدنا وعاداتنا وديننا، هذا أهم شيء كمان. عرفتي كيف؟ يعني نحن ممكن ما ننسجم مع إلا بديننا، كوننا نحن مسلمين، تعرفين انت شايف شلون؟ وينخرطوا بهالمجتمع، أهم شيء دراستهم. هلا بدهم يقدموا على الجامعات إن شاء الله، عرفتي كيف؟ هذا اللي مستقبله، يعني نحن بالنسبة لنا عادي، بس مستقبل أولادنا. أنت شو مقرر تعمل هلا؟ أنا مقرر أفتح مطعم. بتحب تعمل أكل؟ ما بحب هاي شغلتي، إضافة للوظيفة، عرفت كيف؟ أنا معلم نمبر 1 حمص. تعمل أكل؟ خلص بكرة بيجي على المطعم عندك باكل. أهلا وسهلا. تعمل يعني أكل عربي؟ عربي. طيب إذا اليوم هيك بترجع بتتذكر بلدك، بتذكر سوريا، شو بتشوف بسوريا هيك أشياء حلوة غير عن الحرب اللي صارت هلأ؟ شو بتذكرك يعني؟ أحلى صورة بتتذكرها عن سوريا شو هي؟ سوريا؟ يا الله وطننا سوريا، شو بتذكر؟ بتذكر كل شارع بشوارع حمص بالشام، وأي منطقة رحت عليها بتذكرها.
سوريا بلدنا، سوريا بلدنا ما بننساها، ما فينا ننساها لسوريا. انت فيك تنسى لبنان حتى حتى اذا حطوك بسويسرا، فيك تنسى لبنان، فيك تنسى التبولة تبع لبنان، ونحن ما فينا ننسى سوريا. سوريا بدمنا. تعتقد حيتحسن الوضع؟ وين بسوريا؟ طبعا حيتحسن، لانه حرب العالمية شتمت وبعدين تحسنت، بس بدها تطول، لانه نحن عمّا حرب طائفية. عرفت كيف؟ يعني ما بعرف شو بدي اشرح لك، لا اشرح لك، حرب طائفية. إذا تحسن الوضع بتحب ترجع؟ ولا إذا استقريتوا هون بتضلكم هون؟ والله بالنسبة لأولادي خلص ما عاد يرجعوا. هون بدأ إذا تأقلم أولادي هون، شايف شلون؟ حرية والاقتصاد وهون أفضل من سوريا. ولكن نحن ما بننسى سوريا، شفت عقلنا دقة قديمة غير هالجيل اللي طالع. يعني أنا بتجاوز من العمر الخمسينات، ما فينا ننسى سوريا بسهولة. بتم معي سوريا بحضني. في عندك أهل بعد بسوريا وأصدقاء؟ الله يرحمهم. في أصدقاء لك هونيك، ناس بعد هوني؟ أصدقاء، إيه إلي أصدقاء. إذا اليوم أصحابك عم يحضروك شو بتقلن؟ شو بقلن على شو يعني بقلن؟ شو بتقلن؟ أنه أنت هون شو بتقلن؟ أنا والله بيني وبينك هلأ بتعاجأ أني بكندا. عرفت كيف؟ يعني نحن بكندا على واجه لهون أحسن من الأردن. تعرف الأردن ما بشغل ما بشغلونا؟ هو أنا الحمد لله إقامي وشغل، فينا نشتغل فيه. أربع سنين قعد بالأردن تقريبا. إيه عرفت كيف؟ يعني هون أحسن من هاي اللي بيقولوا عنا دول شقيقة وما دول شقيقة. شو بده يحكي الواحد؟ دول الخليج، شايف دول الخليج؟ والله لو ما في تلفزيون اللي كنت فيه على دول الخليج. هدول على أساس أشقائنا وما أشقائنا. ليك تفرجي هدول استقبلونا بطيارة على حسابهم، شقق على حسابهم، المعينة. دول الخليج ما اعترفوا علينا، هدول اللي بيقولوا علينا على أساس شو بده يحكي الواحد يا شيخ؟ الله وكيلك هدول الأجانب أحسن من دول الخليج. يوم أنت جاي لهون شو ناقصك غراض جاي تجيب؟ والله ناقصني طنجرة ومقلاي. بدك تعمل أكل بالبيت؟ إيه؟ بدنا نعمل جزمز وتبولة بس تخلص من هون رايح البيت؟ إيه على البيت، دروع على البيت. كيف بتقضوا وقتكم بالبيت هلا؟ شو بتعمل؟ تروحوا بتجوا وتعودتوا على الطرقات؟ لسا. تعرفنا على صديق هون اسمه حكيم، عم ياخذنا ويجيبنا. عرفت كيف؟ لبين بس ما امبارح سجلوا اولادي بالمعهد مشان اللغه الانجليزيه. في عندي ابني وبنتي كمان بسجلوا بالمدرسه، اهم شيء هون اللغه. عرفت كيف؟ وانا وزوجتي كمان حنسجل نتعلم ولو رؤوس اقلام لنقدر ننخرط بهالمجتمع هذا. يعني قريبا الاولاد حيفوتوا على الجامعه، انتم عم تتعلموا، تعلمتوا الانجليزي؟ كان في تعلموا انجليزي؟ لا، الاولاد تعلموا انجليزي بسوريا. بنتين صيغة الدراسة تبعيتهم بالجامعات باللغة الإنجليزية. يعني ما حيلاقوا كتير صعوبة هون يتأقلموا بالجامعات. حتى ما عملوا فحص، أخذت واحدة 5 والثانية فحص نهار 3. الحمد لله يعني مثقفين وعندهم المام باللغة الإنجليزية. عرفت كيف؟ انتقلت بيروت على قلب تورونتو بقهوة البيروتي. استمتعوا بقعدة وأكل وجو برجعنا على أجواء بلادنا. لقونا ببيروتي جراند كافيه 155 كونسيومرز رود فيكتوريا بارك اند شيبرد اريا. بيروتي جراند كافيه، سيفر ذا ديفرنس. مرحبا لكل الجالية العربية بتورونتو، هيدا سكوب خاص لميرنا، معكم أنتوني. يلا لنتعرف عائلة أبو عمر. مين معنا هوني؟ هاي، مرحبا.
هاي كيفكن؟ شو اسمك؟ رفيف. رفيف وانت؟ عمر. انت عمر. هاي عمر. وانت مين؟ احمد. احمد. انت احمد؟ محمد. ليك شو جبنا لك العاب حلوين؟ مرحبا. كيفك؟ حضرتك ام عمر؟ ميرنا. كيف صحتك؟ تعرفنا على ابو عمر، هلا عم نتعرف على ام عمر زوجته وبنته حنين. اهلا وسهلا فيكم بكندا. اهلا فيكي. خبرينا شو عم تعملوا هلا؟ كيف عم تقضوا وقتكم؟ صاركم شهر. ايه عم تقضي وقتك كيف؟ كنا بالفندق ومن 3-4 ايام اجينا لهون. تعزيل ترتيب. خبرينا اكثر، كيف تركت درعا؟ اكيد كانت حرب، كيف كان الوضع لما تركته؟ وضع مأساوي يعني، شو بدي اقول لك؟ طلعنا ضرب وجوع، بلد دمرت بلدك يعني، واهلك تركنا اهلنا كلهم وجينا، يعني اكيد ما حد بتضايق او بتعب شوي. الاولاد حسيتيهم تعودوا هون ولا بعدهم مستغربين؟ فهون يعني بعدنا ما شفنا شيء، وبالاردن كمان تعبوا يعني، ما قراي ما قريوا، ما اخذوا راحتهم، ما اخذوا حريتهم يعني. قعدتوا 4 سنين بالأردن؟ 4 سنين. ما قدرتوا يروحوا على المدارس ولا شيء؟ ما راحوا. لا ما راحوا. شو عملوا لهم الأولاد؟ أيمتى حيبلشوا مدرسة؟ وشو خبروكم شو حيعملوا؟ السبت القادم إن الله راد. أساس إنه السبت القادم يبلشوا فيهم إيه إن شاء الله. وبالنسبة للصحة والأشياء الطبية وشو عملوا لحديت هلا عملوا لكم؟ خذونا عملوا لنا البطاقات بعدهم يعني. صار عندكم بطاقة؟ لا بعدها بس الأوراق يعني. وهيدي مين؟ شو اسمك؟ رفيف. رفيف أنت مبسوطة بكندا؟ وين أحلى، هون ولا بسوريا؟ سوريا. سوريا أحلى؟ حنين قدي عمرك؟ عمري 16. 16؟ شو أنت هلأ جديدة جاية على كندا، جيتي عشتي بسوريا وعشتي بالأردن وهلأ بكندا، شو رأيك بهالموضوع؟ متعب من بلد لبلد. متعب كتير؟ متعب، انه اول شي في سوريا بلدي، بعدين طلعت على الاردن، هسه على بلد جديد اجنبي، انه متعبه كثير. في ناس يمكن عم يقولوا نيالك يعني عم تشوفي كل هالبلدان على السريع من سوريا للاردن لكندا. هي لو انها تفضاي اي احلى، بس انه من بلد انه بتعيشي استقرار مش زياده. هلا بتحسي حتتاقلمي هون ان شاء الله؟ شو حابه تعملي؟ كمل دراسه. شو بدك تعملي؟ هي دكتورة. دكتورة؟ دكتورة شو؟ جراحة. جراحة، برافو. تركتي أصحابك تحت بسوريا؟ عندي كتير أصحاب بالمدرسة وبالأردن، وهسا هون تعرفنا على ناس جداد. شو آخر صورة هيك بتتذكريها عن سوريا؟ حرب. شو بتحسي هيك لما تتذكري الحرب وهيك، شو بتحسي؟ قهر. شو هيك عندك أمنية تصير؟ ترجع، بس إنه ما يكون في حرق. ترجع سوريا بلا حرق. ما يكون في حرق. بدك تضلك هون. بدك تقولي لهم اليوم لأصحابك اللي عم يحضروك شي، شو بتقولي لهم؟ الله يحميهم، الله يحميهم ويوفقهم شو ما بيعملوا. شكرا لإلك حنين. أنا اسمي عبد الرحمن. أنا اسمي محمد. I love you Canada. لرويال راستوان لاونج بيستقبلكن بحلة جديدة لأجمل السهرات والمناسبات وأشهى الأطباق. زوروا لرويال بميسيساغا 905-281-8259. مشاهدينا حنشوف هلأ الاحتفال السنوي الرابع للوان لاف تشابلنسي غالا، خلونا نشوف سوا هالروبورتاج. Thank you.
So my name is Michael Abdulrashid Taylor. I am co-presenter of the One Love Gala 2016. I am currently regional chaplain for the Correctional Service of Canada, working with the federal government and prisoners within the federal system. Can you give us more information? What's happening in prison right now, and all of the information for people who don't know what's going on? There's a lot happening in prison. A lot of the action is outside of the prison. Almost everyone that's in prison in Canada today will rejoin the communities that they come from. So connecting with communities, reintegration, is really one of the big things that the Correctional Service of Canada continues to focus on. Happy Bali, thank you for inviting us for this, the fourth anniversary for the gala today. Can you tell me a little bit more, how was the planning and what you're expecting today? Oh, we are very excited to be celebrating once again the fourth annual One Love Gala, honoring chaplains who have served men and women incarcerated, and celebrating with a successful reintegration of inmates who are living in Toronto, in Canada, across the world. And today we have a multi-faith, multicultural audience, chaplains, pundits, rabbis, pastors, imams, all celebrating as Canadians. That's amazing. Can you give us more information what's happening with the chaplaincy and all the things that happen in the prison? So, first, سعيدة مرة أخرى أنا أشوفكم على هذا التلفاز العربي مع Ask ميرنا وعلي وغيره. ومنذ السنة الماضية عندما التقينا الحمد لله تتحسن الوضع بأن أكثر من الذين كانوا من قبل الآن هم chaplain. والكلمة chaplain ليس فقط لبادري بل للإمام والذي يعلم الناس الدين في السجون وفي هوسبيتال وفي يونيفرسيتي وغيره. أنتو you're teaching الدين بالبريزنز. خبرنا شوي شو عم بيصير جوا هلا بالبريزنز ولما يظهروا people outside what does it affect on them on their life. أحسن الذين يخرجوا لازم أن يقبل عند المجتمع إنما يخرجوا وإلا سيرجع في حياتهم المجرمة وسيرجع طبعا إلى السجون. So as an example, we help them to find jobs, we help them to go to the mosque, we help them to reach their families. Depending upon the security level, we help them, we listen to their problems, health issues, mental health issues, find them whatever it may be, halal food, halal income. So it's an ongoing effort to reintegrate. And I could tell you that we have so many stories. Tonight you will reach Ahmed Habhab and others whose life has turned around for the better and they're contributing to society. You're watching the Ask Mirna program, your window to the Arabic world. What's your name? Nigel Rambley. Nigel, you were telling me you were in jail for 6 years. Yes, I got a 6.5 year sentence back in 2008-09. Do you want to share your experience? Why? What happened? Why you went in there? Why you were arrested? I got arrested for trafficking and firearm possession. I was 26 years old, and I was living a hectic life. I didn't have a lot of structure. Goals. I was living for finances instead of for like family, God, other things that are more valuable. But I wasn't really thinking well back then because I was blinded, you know. But yeah, I was in there for that, for firearm and drugs. Tell me about the experience in there. How did you feel? How was the life in prison for 6 years? It's hard because you're away from your kids. So that's the only thing hard about it. You have kids. How many? Well, now I have two kids. I have a son who's 7 and a daughter who's 2. Back then, where they were like one, small? My son was a little baby. So I was away from for his life pretty much, like his a starting of his life. I was away for that, so that was horrible. But I also got to finish the high school. I finished the college. I got all types of courses done,
I found Islam. I found really good friends. So I got something out of it at least. The chaplaincy, was the chaplaincy helping you inside the prison? It was amazing. Yasin was amazing. Habib was amazing. Like, I had a lot of help. They were with you for the whole 6 years, the whole time? Well, it was 4.5 years pretty much. And then I got out, paroled, but they were there the whole time. What did you learn when you got out? When I got out, I saw an iPhone for like the first time, and that was weird, but everything was different. The business world, different tech knowledge, people in like general were different. I guess everybody's more into like social media and their phone, so everybody's more about their phones. There isn't a lot of interaction no more, you know? But to me, besides that, everything was the same. I was just happy that I was home and I could build again with my family, my loved ones. Ask Mirna Show is brought to you by Beiruti Grand Cafe. Savor the difference. خلصت حلقة Ask Mirna لليوم. تابعونا دايماً بنفس الموعد. ومنذكركم أنه برنامج أسك ميرنا بينعرض كل سبت الساعة 11 صباحاً وبينعاد نهار الأربعاء الساعة 5:30 مساءً. شكراً للمتابعة ومنشوفكم بالحلقة الجاية.